أعلن الجيش الجزائري توقيف 5 أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف متظاهرين سلميين في مختلف مناطق البلاد باستعمال عبوات متفجرة. ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري أن مصالح الجيش الوطني الشعبي أوقفت 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة شرق البلاد. وتشهد الجزائر احتجاجات كبيرة منذ أكثر من 4 أشهر تطالب برحيل رموز النظام السابق ومحاسبة المفسدين قبل الشروع في استحداث هيئة مستقلة تشرف على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.